السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ما شاء الله الفستان ده اهو، الفستان ده ب 700 جنيه يا بنات، شايفين الشهرة وفساتين الزفاف. الفستان ده كان ب 700 جنيه. حلو قوي. اه خلاص ماشي. ما هو ده تليفونها. ومن هنا بكام؟ ده بكام؟ 700. اي حاجة هنا 700؟ اه ده الابيض ده ب 700 جنيه، ما شاء الله تحفه، شايفين الشكل ده جميله. امال الفيروزي ده بكام؟ 750. ده ب 450 جنيه. جميل، ده 450 جنيه، تحفه بصراحه. جايبه شويه شغل حلوه قوي عند يسري. جميل. دي بقى اسعارها مختلفه، 150 250 300. مش كلهم. ده حلو، ده الاصفر اللي انت شايفينها ده اسعارها مختلفه، 250 150 300. مش كله بصراحه، اشكالهم حلوه، تفصيلتهم. الاسود ده كان ب 250 جنيه، كان في الذهبي، كان في اللبني، كان في الوانات كتير، كان في الزهري، كان في الكشمير، كان في الوانات كتير بصراحه. كانت جايبه تشكيله حلوه حلوه، او الاخضر دوت كانت جايبه تشكيله حلوه من الفساتين بتاعي. يعني مش جايه تمن التأجير ولا تمن القماش بالظبط، بصراحه كان عندها تشكيله حلوه. وزي ما انتم شايفين الاشكال كلها هي على الستاند، عندها حاجات، وعندها فساتين زفاف. كانت في حاجات ب 700 وحاجات ب 450 زي ما انتم شايفين. حلو قوي الفستان ده، والاسود كمان جميل. فيديو مع بعض كده زي ما انتم شايفين، شايفين الاشكال ما شاء الله، الاشكال كلها جميله وتحفه اشكالها، والخامات بتاعتها، التدريس بتاعها حلوه، والسعر بتاعها يعني حلو مش غالي بصراحه. هي بتنزل شغل جديد على طول باستمرار، بتنزل شغل والاسعار بتاعتهم جميله قوي. بكام ده يا حاج؟ بكام ده يا ام ياسر؟ ده ب 500. ده ب 500 اخره 500 جنيه. حلو، ده جميل. في حاجات ب 250، حاجات ب 150، مش كله. حلو قوي ده، شكل الذهبي ده عامل ازاي؟ ما شاء الله الاشكال بتاعتها تحفه. حلو قوي الفستان ده، جميل. كانت في بقى الاسعار متراوحه، اسعار مختلفه، يعني مش كله ايه زي بقى 250 150 300. كل حاجه ولها ايه سعرها، يعني حتى يعني مش جاي تمن القماش ولا تمن التأجير. انت بتروحي تأجري بكام دلوقتي؟ حلو قوي الفضي ده كمان. كانت في كذا كذا شكل، وكان الاسود والنبيتي، في الوانات كتير، وفي الزهري، كان في كذا قصة، يعني مش يعني شكل واحد، لا كان في كذا شكل زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي لو لقيتها منزلة حاجة جديدة هصور لهاركم. الفيديو مع بعض كده، الالوانات كلها بصراحة كلها مغرية، الالوانات بتاعتهم والتتريس بتاعهم والشكل بتاعهم تحفة. شايفين الفساتين دي جميلة، والسعر بتاعها رخيص قوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.